تهدمت والله أركان الهدى. السلام عليك يا أمير المؤمنين. ترقبوا في الساعة التاسعة مساء البث المباشر للمهرجان 25 آل الرسول آل البيت، تقوى وسطية أخلاق، الراب والشور المهدوي الحسيني الإسلامي. الراب والشور يصنع أنصارا لله، أنصارا للمهدي، لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي عليه السلام، والذي تقيمه هيئات شور منهج آل الرسول، مشروع الشباب المسلم الواعد، وبمشاركة نخبة من ذاكري ورواديد الراب والشور المهدوي الحسيني الإسلامي من الأشبال والشباب. وسيتضمن المهرجان أمسية قرآنية تحت شعار التربية المهدوية في رحاب القرآن، ميسان 22 من رمضان لعام 1440 للهجرة. لمشاهدة البث المباشر للمهرجان إليكم الروابط التالية.